هي ندوة علمية التأمت فيها تلة من رجال الإعلام والفاعلين الرياضيين لتدرس وتشخيص واقع الرياضة بمدينة مكناس. الندوة تأتي ضمن الملتقى الثاني الذي نظمته الجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع مدينة مكناس تحت شعار واقع الرياضة تحديات وانتظارات. مكناس بتاريخها بحضارتها بمؤهلتها الطبيعية خصها تحظى بواحد الثقة في هذا المجال، وبالتالي خصها واحد الملعب كبير، خصها بنية تحتية، خصها تكون مدينة رياضية ماشي غير ملعب كبير ولكن تكون عندها مدينة رياضية. وفي نفس الوقت هذا الاخر دار واحد المتحف اللي أرخ للتاريخ والأمجاد ديال هذا النادي المكنازي وديال الرياضة بصفة عامة في مكناس. الملتقى الثاني للرياضة بمدينة مكناس خرج بالعديد من التوصيات الهامة، من بينها اولا جمع الشمل ديال الفاعلين الرياضيين بمدينه مكناس، تقويه البنيه التحتيه لهذه المدينه، اعطاء قفزه نوعيه كذلك الاعلام الرياضي، كذلك كل الاشخاص كيتمنوا ان فريق النادي المكناسي يعود للمكانه ديالو الطبيعيه رفقه القسم الوطني الاول، بالاضافه الى العديد من الخصوصيات الخاصه بالاعلام الرياضي. المداخلات جاءت مفعمه بالافكار التي لمست واقع الرياضه بالمدينه الاسماعيليه باعتبارها مدينة أنجبت مجموعة من الأسماء والفرق التي كان لها صيت كبير بمختلف الأصناف الرياضية. مدينة مكناس من خلال الفرع ديال الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تمكنت من يعني تنظيم هذا الملتقى، وهذا ملتقى ديال التحديات والانتظارات، تحديات كبيره جدا على هذه المدينه التي يمكن ان نعتبرها مدينه رياضيه بامتياز، يعني خلفت مجموعه من الاسماء وماشي غير فقط في كره القدم ولكن في رياضات عديده جدا. استمعنا ملاحظات على انه 61 لقب اللي تمكنت مدينه مكناس من الظفر به منذ بدايه الرياضه هنا بهذه المدينه، ونعتقد على انه الان حان الوقت من اجل اقلاع رياضي حقيقي بالمدينه. فرصه كانت مناسبه لمختلف المتدخلين خصوصا من المجتمع المدني لفتح نقاش موسع بحضور متدخلين من مكناس ومن خارج مكناس، والهدف هو الخروج بتوصيات ومقترحات إغناء للنقاش، لأنه هذه الملتقيات هي الوسيلة الوحيدة لخلق هذا النقاش وتكون قوة اقتراحية لصالح الرياضة بمكناس وبالمغرب أيضا. الملتقى الثاني حول الرياضة بمدينة مكناس هو تأكيد للدور الريادي الذي يطلع به رجال الإعلام بالمدينة الإسماعيلية. وفي الختام تم تكريم مجموعة من الفاعلين الرياضيين والإعلاميين الذين أسدوا الشيء الكثير للرياضة بمدينة مكناس.